نرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج سوالف سبورت، واليوم عندنا سوالف مع أعضاء البوابة العالمية للتدريب إيمان وشطي. مسيكم بالخير. أهلا وسهلا، حياك الله، الله يسلمك. شطي، ودي أبلش وياك، تكلمنا شوية عن المؤسسة هذه، شنو دورها وشنو يعني أهدافها؟ يعطيكم العافية على الاستضافة. طبعا احنا عندنا بوابة التدريب العالمية، هي مؤسسة غير هادفة للربح، تهتم بقضايا ذوي الإعاقة، ودائما يكون تقيم استشارات، ويكون في لقاء أسبوعي متجدد حق ذوي الإعاقة نفسهم وغير ذوي الإعاقة المتطوعين نفسهم، فيكون في تبادل أفكار، وهي تختص بأكثر من جانب، بس أنا أتكلم على اللقاء الأسبوعي اللي هو ديوان سامية، هذا أحد نشاطات بوابة التدريب العالمية. وشنو نوع الخدمات اللي تقدمها المؤسسة؟ في عدة خدمات أو البرامج مثلا؟ عندنا عدة خدمات اللي هو تقديم الاستشارات لذوي الإعاقة، وإضافة إلى تنظيم المؤتمرات، الاحتفال باليوم العالمي للمعاق، عمل المعارض، المشاركة بالمناسبات، ودائما يكون نخلي ذوي الإعاقة نفسهم هم يكونون سبيكرز، هم اللي يتكلمون عن المتطلبات، الحقوق، فدائما يكون هم المتحدثين عن نفسهم، مو أحد ثاني يتكلم عنهم، يتكلم بالنيابة. نعم. إنزين، وبالنسبة حق البرامج، أنت ما قلت لي البرامج التأهيل شنو هي؟ نعم، طبعا البرامج التأهيل هي تختلف، يعني إحنا طبعا عندنا مثلا مشروع الدي بارتنر نفسه ممكن يكون بعد مرحلة الثانوية نفسها، وقد يكون في مراحل متقدمة. أسست هذه البوابة التدريب العالمية السادة كفاية العلبان والسادة نورة العثمان، وقاموا عليها، وهما يعني دائما بتجدد، يعني دائما احنا عندنا اكثر من مناسبه، اكثر من مشروع بالسنه الواحده، عندنا اكثر من فعاليه، عندنا مبادره كلنا، هذه طبعا المبادره تكون للاطفال، تكون انا قسمين. بتكلم عن المبادرات. اي نعم. في جزء ثاني، بس ودي اسال ايمان، انت التحقتي في برنامج ذا بارتنرز، كلمينا عن هذه التجربه، شنو ليش قررتي تلتحقين في هذا البرنامج بالذات؟ برنامج الدي بارتنرز خصصته بوابة التدريب العالمية لأفراد ذوي الإعاقة، حتى تمكنهم أنهم يكونون أفراد منتجين وفاعلين ومؤثرين لأنفسهم ومحيطهم والمجتمع والوطن. شاركت فيه طبعا، أو سبب التحاقي فيه، أول شيء دعوة أستاذة كفاية العلبان المشرفة عليه، دعتني مشكورة وعطتني فرصة وايد حلوة، كوني عشت الحياتين، أنا عشت بالإعاقة وعشت من غير الإعاقة، فحبيت أني أعرف عن هذا العالم أكثر، أني أندمج مع أخواني ذوي الإعاقة والأفراد الغير ذوي الإعاقة، حتى أعرف الحقوق والواجبات اللي لي واللي علي في هذا المجتمع. وشون لقيتي هذه التجربة؟ طبعاً شيء وايد حلو، تجربة مميزة، كوني حضرت 6 ورش في دي بارتنرز، كان أحدهم فن الإتيكيت والتعامل مع ذوي الإعاقة برئاسة نورة العثمان، كان عن قانون 8/2010 لذوي الإعاقة والاتفاقيات الدولية برئاسة ماما كفاية العلبان، كان عن الصحة والرياضة دكتور فهد الملة، الدمج الاجتماعي عبد العزيز المطيري، إيمان الخالدي، عن النجاح والتخطيط والتوظيف لذوي الإعاقة، شلون يهيئون نفسهم لهذه الحياة، وشلون ينفع نفسه، شلون يكون عنصر مفيد وفعال بالمجتمع. أكيد. واختتموها في مناصرة ذوي الإعاقة، حتى أن قضية الإعاقة هي المهمة، القضية الأولى لذوي الإعاقة نفسهم. فهم قاعد يعلمونا شلون نناصر قضية. زين شطي، على الكلام عن البرامج تكلمت الحين، هي عن أكثر من نقطة مهمة في البرامج اللي تقدمها المؤسسة، نتكلم عاد عن المبادرات. أنا مساعة قاطعتك. لا، أنا بس حبيت أوضح عن المبادرات نفسها، عندنا كلنا طبعا هي تنقسم حق قسمين، للأطفال وللشبابية، مثل الندوة التحفيزية يكون عن طريق وزارة التربية نفسها، أستاذة كفاية العلبان وأستاذة نورة بقيادتهم، يكون المحفزين نفسهم من ذوي الإعاقة، كل واحد يتكلم عن تجاربه اللي عاشها الشخصية. طبعا بشكل إيجابي، لما أنت تروحين حق المدارس اللي ما يعانون من إعاقات، فيشوفون واحد متحدث مرة بتجربة، فراح يكون عندهم مثل حافز حق الناس، وبنفس الوقت راح يكسر الحاجز مال سالفة ذوي الإعاقة، وهذا نوع من الدمج أصلا اجتماعي. أي.
يعني فالواحد لما يتكلم بشكل إيجابي عن تجربته راح يأثر بشريحة كبيرة يعني. أي وأنتوا لما تسوون مثلا هذه الندوات أو هذه الفعاليات نعم. تتشاركون فيها مع معاقين فقط أو ذوي احتياجات خاصة فقط؟ تقصدين أن كالمتحدثين كسبيكرز؟ لا مو كسبيكرز، كمتلقي. لا احنا تكون الفئة العادية العامة. أي العامة. أي لكن حتى مبادرة كلنا نفسها للأطفال يكون أحد المدرسات نفسهم يرون القصص، ويكون بهذه القصة يكون أحد أفراد ذوي الإعاقة قصة واحد. فمن الصغر احنا نهيئهم ان ترى في لازم يكون عندنا دمج، لازم نتقبل الطرف الاخر. احنا اذا شفناه برا بالشارع ما يصير نحن نستنكره، ما يصير نحن نستغرب من شكله. فهذا كان الهدف الرئيسي. هذا مثل ما احنا نقول احنا المؤسسه عندنا اهم شيء من اهم الاهداف عندها اللي هي الدمج الاجتماعي. احنا ودنا نحن نوصل حق مرحله اللي ما توصلوا لها الغرب اللي هي عدم العزل، لان العزل هو نفسه يكون ضار بذوي الإعاقة، إضافة إلى النظرة اللي هي الواحد يستغرب من ذوي الإعاقة. فإحنا لازم من البداية من الصغر إن إحنا نغير هذا النشأ، نغير هذا الفكر. صحيح. عن طريق إن إحنا بكل الوسائل سواء ثقافية الإعلامية، يعني دائما إحنا ننشر هذا الدمج. راح أكمل سالفتي وياكم، سالفتي اليوم وياكم وايد وايد مهم، وأعتقد رسالة مهم نوجهها حق كل الناس، ولكن فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نرجع نستكمل حديثنا مع إيمان فضل. تأسست بوابة التدريب العالمية TJI في يوليو عام 2009 كأول شركة غير هادفة للربح في تاريخ دولة الكويت، تختص في تقديم خدمات التدريب والاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والتنمية البشرية بالتعاون مع شركاء دوليين في مجال الأفراد ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم ومناصريهم ومعلميهم ورؤسائهم وزملائهم في العمل، والمختصين في هذا المجال في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات التدريبية والترفيهية في هذا المجال. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وضيوفنا من البوابة العالمية للتدريب إيمان وشطي، ترى أنا قاعدة أقولها بالمعكوس صح؟ بوابة التدريب العالمية. بوابة التدريب العالمية إيمان. إنزين كنا نتكلم عن المبادرات من شوي، وكان في مبادرة لوزارة التربية، كلمنا عن هذه المبادرة. مبادرتهم في الدمج الأكاديمي للطلبة من ذوي الإعاقة. بالنسبة لي أنا جربت التعليم الحكومي في يعني في خضم خلينا نقول الإعاقة. هذا الشيء أو هذه البادرة جدا طيبة، لأنها قاعدة تتيح الفرصة لذوي الإعاقة أنهم يندمجون في المجتمع مع غير ذوي الإعاقة في وضع سوي، ما يحس بالتمييز، ما يحس بالتفرقة. أنا اخترت إنه يكون بحث التخرج في جامعة الكويت لعام 2015 كان عن الدمج الأكاديمي والاجتماعي لذوي الإعاقة. أيه. واخترتها علشان هذه القضيه، لان في هدف، فعرفت ان في يعني في ناس عندها مخاوف من هذا الدمج، في ناس مو متقبله ذوي الاعاقه، بس الجانب الاكبر ان الكل مرحب بفكره الدمج، وهذا شيء جدا طيب. أيه. انه يتيح الفرصه للتعليم السوي يعني. أيه. فشنو شعورك لما تحقق استمتعت المبادره خصوصا كانت هي بحثك يعني كان مفخره الصراحه. أيه. مفخره يعني للشعب كله مو بس ذوي الاعاقه نفسهم. اكيد اكيد. زين شطي، ودي اعرف عن الدعم المادي.
اللي قاعدة تحصله المؤسسة أو اللي يعني قاعد تحصلون عليه بشكل عام، شنو أهميته وهل هو كافي أو أنه تحتاجون طبعاً أشياء إضافية؟ طبعاً يعني إحنا كبوابة التدريب محتاجين الدعم لتدوير هذه الأمور بالنهاية، لأن هذه الأشياء اللي إحنا المكان نفسه، توفير المكان، عمل الإيفنتات هذه اللي على مستوى لتوصيل صوتنا ورسالتنا، محتاجين إن إحنا نتوسع، محتاجين إن إحنا نوصل حق شريحة أكثر، محتاجين دوركم الإعلامي الكبير وأنتم طبعاً مو مقصرين، فطبعاً الدعم ضروري لتوصيل الرسالة نفسها. إنزين قبل لا أختم وياكم ودي أعرف شوية عن الجانب الشخصي في حياتكم. أنا من قبل أن نبتدي لقائنا أو سوالفنا الصغيرونة عرفت أن أنتي كنتي على ويلتشير وقدرتي قدرة رب العالمين بداية وإصرارك أن أنتي تتخلصين من الويلتشير. قولي لنا هذا الموضوع باختصار شديد. طبعاً أصبت في عمري 15 سنة، أحب الحياة وايد، فانصدمت في مرض أنا ما أعرف شنو هو وش اللي صابني، فأصبت في مرض الأعصاب. كانت الحياة صعبة، ما راح أقول إيش كثر عانيت، بس بقول أنا لوين وصلت أو شلون وصلت. الإنسان متى ما قدر إنه هو يعني يستشف من ألمه شوية أمل راح يقدر يعني يثابر علشان يوصل. حتى كنت ضيفة في دار سامية لبوابة التدريب، الضيفة 113 رقمي إذا ما أنسى، فتكلمت عن قضيتي، قلت أبي اسم الحلقة مالتي أو الحوار أصنع من ألمك أمل. الله. لأن الإنسان قادر على تحويل كل الظروف الصالحة، قادر أن هو يستخدم في دكتور قال لك أنت ما راح تقومين مرة ثانية، في دكتور قال لي أنت ما راح تتشافين أو ما راح تتركين الويلتشير، خلاص الكرسي المتحرك قدرك، مو على كيفك أنت تقرر أن هذا قدر. أحياناً الأقدار من الله سبحانه وتعالى، وأحياناً نقدر نغير القدر بالدعاء، نقدر نغيره بالمثابرة بالسعي. سبحان الله، الله يساعد اللي يساعده، اللي يتكل عليه عفواً. فهذا شيء وايد حلو. كان عندي رغبة أني أكمل الجامعة في ظل الظروف هذه، لأن كنت يعني من عمري 6 سنين عندي حلم الجامعة. هو خلنا أقول مو شيء صعب، أي أحد يقدر يوصل حق هذا الشيء، بس لما الواحد يصاب بإعاقة في عمر 15 سنة هو راح يختار البيت والسرير. أنا ما اخترت هذا الشيء، أنا اخترت أني أكمل، ورب لك الحمد اللي التقيت في شطي ماما كفاية العلبان في دار سامية، زادوني إصرار، كان في إصرار بس زادوني، سبحان الله كل ما لو الظروف تتحسن، وأقول لهم الإنسان يقدر يغير الحمد لله، فرب لك الحمد. وانت شطي، أنا طبعاً ما بأتناول مثلاً حياتك من البداية، ولكن نعم. في جانب جميل عجبني. إي نعم. قصة زواجك. طبعاً يعني أنا إذا بغيت أتكلم باختصار قصة الزواج نفسها، أنا حتى طرحتها في الشركة عندنا بوابة التدريب بشكل سريع، أن أنا تعرضت أول شيء حق صعوبة بالتقدم لطلب الزواج، وتقريباً خذ وقت تقريبا 3 سنوات، بس بالنهايه يعني الحمد لله رب العالمين الله كتب لي، وحاليا عندي بدر وحمد الله يحفظهم ما شاء الله الله يسلمك. فالفكره هي سالفه القضاء والقدر، النصيب، لازم كل انسان يكون متعلق بالله، احنا كلنا محتاجين الله، ذوي اعاقه وغير ذوي الاعاقه، كثر ما الواحد يكون قريب من الله راح يحقق كل اللي يبي. هي الموضوع موضوع مو ان انا واعظ كثر ما هو ايمانيات، وانت تحققين اللي تبينه مع الصبر يعني طبعا بالله. ونعم بالله. اي والله صراحه يعني انا اتمنى انه تكون هذه الحلقه مصدر الهام حق اي حد يبي يشوفها، سواء كان من ذوي الاعاقه او من الاصحاء او الناس العاديين. كلمه اخيره توجهونها. يعطيك العافيه، ونشكر البرنامج والقناة نفسها، وان شاء الله نلتقي اكثر إن شاء الله. أشكر أسرتي الصغيرة وأصدقائي وكل من وقف وياي، سواء في محنتي أو بعد ما تخطيتها، وكل من يعني لا زال يشجعني لأتقدم للأمام وما أرجع للماضي أو حتى أتذكره إلا في كل خير. شكرا للناس اللي أحبطوني، كانوا سبب في أني أكون اليوم في هالمكان وأني أتكلم عن هذا الشيء. شكرا لكل من قال لي أن أنا ما أقدر، لأن عطاني دافع وشغف أكثر أني أؤمن بنفسي وقدراتي وبرب العالمين، أنه يعني ما يخيب ظن عبده فيه.
ونعمة بالله، وفعلا من كان مع الله كان الله معه. أعزائي المشاهدين، أتمنى أنكم تكونون استمتعتوا بهذه الحلقة اللي أنا فعلا مستمتعة فيها، وفعلا راح أرجع أعيد النظر في وايد أشياء. نشوفكم على خير.